تخيل كده تفتح التلفزيون أو تفتح اليوتيوب وتلاقي قناة قدامك اسمها دين أمك. ده اللي عاوز يعمله بالظبط شخص اسمه عمر مصطفى كامل. واللي حصل بالظبط إن في هاشتاج انتشر على تويتر اسمه حاسب عمر مصطفى كامل. وليه الشخص ده يتحاسب؟ لأن الشخص ده عمل حاجة غريبة جدا وحاجة مفيش حد يتخيلها أو محدش يفكر فيها غير إنسان أكيد مش طبيعي أو إنسان عاوز يركب الترند بس بطريقة غلط تماما. والفكرة بالظبط إن الأستاذ عمر مصطفى كامل عاوز يعمل قناة اسمها دين أمك، قناة دينية. وهو قال كده بالظبط، قال دين أمك مشروع قناة دينية على اليوتيوب كنت بحضر ليها من أكتر من سنة، وبعد لما جهزنا كل حاجة وأخدنا موافقة اليوتيوب وسجلنا أكتر من 40 حلقة قررت إنها تطلع باسم تاني. وقال إن هو هيسميها اسم تاني لكذا سبب، والسبب الأولاني إن الدكتور الأزهري المرشح للإشراف على المحتوى رفض الاسم واقترح اسماء مبسطة شوية، يعني زي دين أهلك ودين أهلي. وأنا أعتقد إن الموضوع هو بيحور فيه لأن مفيش عالم أزهري أكيد هيقول الاسم ده، واضح إن هو واخد الموضوع بسخرية وتريقة. وطبعا ده لوجو القناة المفروض إن هو عاوز يحطه على القناة بتاعته. وطبعا بعد لما الموضوع ده انتشر ناس كتير بقت تهاجم الشخص ده، وطبعا عملوا هاشتاجات فيها بيطالبوا بمحاسبة عمر مصطفى كامل. السوشيال ميديا حقيقي بقت بتظهر لنا حاجات غريبة جدا وحاجات تحسسنا ان احنا مش عايشين مع بني ادمين، في ناس بجد حرام يطلق عليها اسم بني ادم. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.